إذا مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي السيد ميثم الخلخالي. حياك الله سيد ميثم، وشكرا لتلبيتك دعوة الرابعة. بداية، ما هي قراءتك لمخرجات مؤتمر ميونخ من ناحية مشاركة العراق فيه ممثلا بالسيد السوداني، وكيف ترى ثقل هذه المشاركة؟ مساء الخير عليك عزيزتي وعلى كافة مشاهدي قناة دجلة الفضائية المحترمين. الحقيقة أن هذه المشاركة تكون فعالة في حال أخذ السيد السوداني على عاتقه تنفيذ مخرجات هذه الزيارة والحضور في هذا المؤتمر. الحقيقة العراق بحاجة كبيرة إلى إعادة العلاقات الاستراتيجية مع بلدان العالم أجمع. لا تنطوي هذه العلاقة على دولة دون أخرى. الحقيقة لا يوجد لدينا استثناء على بلد معين. الآن السيد السوداني بخطوات منتظمة اتجاه إعادة العلاقات مع الخارج. كذلك لا يمكن لنا اليوم اللوم السيد السوداني على سابق العهد مما أخطأوا السادة رؤساء الوزراء السابقين، في حال كانت أن اتفاقياتهم ومذكرات التفاهم بينهم وبين بلدان الخارج على الورق فقط. ندعو السيد السوداني لإنجاح هذه الخطوة الحقيقة التي قام بها في هذه الزيارة ولقائه خصوصا بعدد كبير من القادة والمستشارين في ميونخ، أكثر من 26 شخصية قيادية التقى بها، تحدث الكثير عن الاقتصاد والاستثمار والأمن. كل هذه الأمور التي تحدث بها السيد السوداني هو على دراية كاملة بها، أن الشعب العراقي اليوم يعاني بالكثير من هذه الأمور والتخلف بازدهارها وكيفية تطويرها. أعتقد أن السيد السوداني يحمل اليوم على عاتقه حمل وعبء كبير اتجاه تحقيق ما قدمه في برنامج حكومي. قد يكون هناك بعض النجاحات التي توصل إليها السيد السوداني خلال 100 يوم السابقة، ولكن لا يلبي طموح الشارع العراقي باعتبار أن إعادة العلاقات الخارجية لا تؤثر على المستوى الشخصي للمواطن البسيط الذي لا يرى في هذه العلاقات شيء منتج بمقابل ارتفاع سعر الدولار وغيره. أعتقد أن لتوضيح هذه نجاح هذه الخطة ونجاح هذه اللقاءات والمؤتمر يجب أن يترجم على أرض الواقع في العراق، يجب أن يحس وأن يكون هذه النتائج ملموسة من قبل المواطن العراقي. نعم سيدة ميثم، تحدثت عن 26 لقاء أجراها السيد محمد الشيع السوداني خلال 48 ساعة، يعني برأيك استثمار هذه المحافل الدولية كيف سينعكس على العراق مستقبلا؟ قبل قليل يعني تكلمت عن موضوع أن هناك سابقة بلقاءات خارجية ولقاءات قد تكون شبه مثمرة، ولكن بالحقيقة لم تثمر على أرض الواقع. والآن تلاحظين جنابكم الكريم العراق يمر بمأزق اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير. نعم. الآن بدأت قد تكون هناك طرق حل موجودة لدى السيد السوداني، سنلمس ذلك الشيء في الأيام القادمة في حال كانت هناك جدية من قبل السيد السوداني، ولكن لا يتحمل السيد السوداني عبء تنفيذ ما اتفق عليه مع 26 شخصية من القيادات وما تكلم هو عنها عن هذه اللقاءات المثمرة، ولكن تتحمل الكتل السياسية المشاركة في البرلمان العراقي والحكومة العراقية أن تساعد السيد السوداني على إنجاح هذا المخرجات التي أو النتائج التي خرج بها من المؤتمر، كيفية التعاون بين الكتل السياسية والسيد السوداني على تحقيق ذلك. أعتقد أن السيد السوداني قد يكون جاد حقيقة في إنجاح خطته للمستقبل السياسي الخاص به، ولكن هذا يعتمد على طرق وآليات التنفيذ. هل هناك جدية حقيقية من الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة على تنفيذ ذلك، خصوصا أن أغلب الاتفاقيات قد تكون مع بلدان مثال أمريكا، وهناك تعلمون جيدا أن هناك تقاطع بين وخلافات بين بعض الكتل السياسية والاتجاه والخط الأمريكي. أعتقد يجب أن يكون هناك إحساس ووعي سياسي كامل
لدى الكتل السياسية العراقية بأن يجب على العراق أن يكون بلد حياتي لديه علاقات مع كافة دول العالم، وخصوصا بالمشاكل التي يمر بها. نحن اليوم بحاجة إلى الاستثمار في الطاقة والاستثمار في لزيادة اليد العاملة، خصوصا الشعب العراقي بحاجة إلى الكثير من فرص العمل. هذه لا تتوفر من خلال الحكومة العراقية فقط، ولا تتحمل الموازنة العراقية ذلك. هذه المشاكل لا تحل إلا باتفاقيات استراتيجية مع دول كبرى وعظمى قادرة على إصلاح الوضع عن طريق الاستثمار. نعم سيد ميثم، هذه من الناحية السياسية الاقتصادية الدبلوماسية. أيضا أكد السوداني على أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال محاربة الإرهاب. أيضا برأيك هل سيتمكن من الحصول على مزيد من الدعم الدولي في هذا المجال بالأخص؟ يعني احنا حتى نفهم شنو الدعم المطلوب من بلدان العالم الآخر أو الخارجي لدعم العراق في اتجاه دحر الإرهاب. شارك أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه في قتال داعش والجهات والمجاميع الإرهابية، وانتصر الشعب العراقي بكل أطيافه على هذه المجاميع المجرمة. الحقيقة نحن قد نكون بحاجة إلى تطوير للأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية. نعم بحاجة لدعم من قبل التحالف الدولي وبلدان العالم أجمع على كيفية تطوير آليات وأساليب استخدام السلاح وتطوير الأجهزة الإلكترونية الأجهزة الخاصة بالاستخبارات والمخابرات، الحدود، كيفية مسك الحدود العراقية، منع دخول الإرهابيين. كل ذلك يحتاج إلى دعم دولي حقيقي، ولكن هذا الدعم لا يكون على أرض الواقع من خلال زيادة عدد المقاتلين. نحن بحاجة إلى خبرات مستشارين يدعمون القوات الأمنية العراقية والجهات كل الجهات الأمنية العراقية، وكذلك استشارين للحكومة العراقية بكيفية وضع خطط حقيقية لمنع وجود إرهابي في المستقبل القريب أو البعيد. أيضا محاربة الفساد كان أحد أهم الركائز التي أكد السيد السوداني مرارا عليها، هل من رسائل أراد رئيس الوزراء إيصالها؟ الحقيقة هذه الكلمة هي فضفاضة بالشكل العام. نعم. ماذا نعني بالفساد وماذا نريد من وكيفية محاربة الفساد؟ الجميع عزيزتي سيدتي الكريمة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا الجميع ينادي بمحاربة الفساد، ولكن عندما تأتين إلى أرض الواقع لا تجدين هناك خطوات جدية اتجاه هذا الموضوع، ولم يفسر إلى الآن ما هو الفساد المقصود به. هل مشاركة، هل الفساد هو الفساد المالي فقط أم الفساد الإداري، وكيفية دخوله إلى هذه المؤسسات، كيفية معالجته، ما هي الاحتياجات من قبل التي يحتاجها السيد السوداني من قبل الكتل السياسية، أو إذا احتجنا إلى أكبر من هذا الموضوع إلى التحالف الدولي ودول العالم الآخر، كيف يقضي السيد السوداني على الفساد. لم تحدد، وهذه أنا أعتقد باعتقادي الخاص أن هذه كلمة فضفاضة. يجب على دولة رئيس الوزراء تحديد وتشخيص المشكلة، أين تكمن هذه المشكلة. إن كانت لنفترض في مجال الصحة فيجب معالجة الأخطاء الموجودة، أما نضع كلمة مكافحة الفساد بينما من تفضل دولة رئيس الوزراء بإعادة الأموال المهربة وإعادة المطلوبين، هنا حصرنا هذا الموضوع في جهة معروفة وكذلك في مكان محدد نستطيع أن نشتغل عليه حتى يقدر السيد السوداني بتنفيذه. اتفاقية دولية، الانتربول، إعادة المطلوبين، هناك شخصيات عليهم أحكام، اتفاقيات دولية، إعادتهم وإعادة الأموال مالتهم، وحتى طريقة إعادة الأموال المهربة هناك اتفاقيات دولية مع العراق بكيفية وآليات إعادة الأموال. أما كلمة مكافحة الفساد فهي كلمة فضفاضة، لا نعلم طرق وآليات المكافحة. هذه يجب أن تطرح للإعلام وللشارع العراقي حتى يكون على علم ودراية تامة بالخطوات التي ستقدمها الحكومة في قادم الأيام. نعم، الباحث والمحلل السياسي السيد ميثم أرخي الغالي، شكرا جزيلا لك.